بالرغم من توقف الساعات الإلكترونية وعلمت انتهاء المدة المحددة لإنجاز العديد من المشاريع الجاري تنفيذها بمدينة جدة، إلا أن العمل ما زال مستمرا بها، بل إن ما تبقى في بعضها يحتاج إلى شهور عديدة لإنجازه. وهناك مشاريع لم تتوقف ساعتها الإلكترونية بعد، إلا أن حجم العمل المتبقي فيها يحتاج إلى فترة زمنية أكبر بكثير من تلك المدونة على ساعة الإلكترونية. المدينة قامت بجولة ميدانية في مختلف أنحاء جدة، رصدت من خلالها نماذج لمثل هذه المشاريع المتعثرة، والتي أرجعها مصدر مسؤول في أمانة المحافظة إلى معوقات عديدة متباينة مرتبطة بجهات أخرى تسببت في هذا التأثير، مضيفا أن هناك مشكلات تحتاج إلى تدخل مباشر من الأمين، وذلك لصعوبة اتخاذ قرار فيها. وهكذا يظل العمل متوقفا حتى يحدث هذا التدخل، وإلا يبقى الحال على ما هو عليه. وفي هذا السياق أوضح مصدر مسؤول بأمانة محافظة جدة إن اختلاف المواعيد والوقت في الساعات الإلكترونية كثيرا ما يكون ناتجا عن خطأ سيتم تداركه، وبيّن أن لكل مشروع ساعة إلكترونية تحدد بداية عقده ونهايته وما تبقى من وقت لإنجازه، إلى أن المشكلات التي تظهر على السطح لاحقا ويواجهها المقاول أثناء العمل تؤدي إلى التأخير، فضلا عن اكتشاف توصيلات خدمية تحت الأرض لجهات حكومية أخرى. كان معكم من جريدة المدينة إياد حمد. يعني ده المشروع ده مش خاص بالمشروع ده صفه مسؤول عن نفق واخده مشروع ده اضافي برضه، انت فاهمني حضرتك؟